police of them? Who fought and gas the apostates? The Murtadun, who fought and gas them? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. How can you claim Sahaba fought? Now, listen to this, yeah? I said to him, look, we have to be clear. There is no racism here. From Allah, of course, Allah said, Inna akramakum inda Allah atqakum. But no doubt, the backbone of Islam, they are the Arabs. They also fought for Islam in a time of hardship, time of need, they were the Arabs. You understand? They are the backbone. And there's no harm with that. You understand? But it doesn't mean they are better than everyone. No. Allah said clearly, Prophet said, Bilal in Jannah, Abu Jahl, pure Arab in Jahannam. But the reason that the Persians, some of them, changed their religion, become Muslim, just and claim they love Ahl Bayt, just to destroy Islam from inside. Because they have noticed that the Sahaba destroyed their empire. How can you follow this religion, man? That is based upon beating and so on. Wallah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. هذا مرفوع الى القلم ابو عبد الله. ابو عبد الله بعدين. I'm very scared. ابو عبد الله يسال صوت فتح بروف تقول اهل البيت. محمد left you with. Who is the rest? Why Islam is being لا إنجليزية لا عربية لا فرنسية أي لغة تكلم يا أبو عبد الله حمزة عشان إشارة تكلم أمزح والله لأن كلمتك من قبل 73 كلمتك يا أبو عبد الله لماذا أنت لا تفرقت أمتي إلى 73 فرقة بسبب 73 ليس 73 73 ليس 73 إي لماذا وواحدة من هنا أنا كلمتك من قبل لا كلمتك أبو عبد الله أنت صمم لأنك لم تتبع النبي ماذا ترك لك يعني آتوني بقرطاس ودواء أكتب لكم كتابا لا تظلوا بعدي أنا أظن في إيران يعلموا الكلمات يقول هذه الكلمات يكفي هذا نفس الشيء أقول فيه هذا قاله أنا رديت عليه ولا كلمتك يا أبا عبد الله ما تقدر ترد أسمع. والله ما تقدر ترد أنا قسما بالله خلاص ما تقدر ترد والله منكم بقاني أجاوبك خلاص ما أقدر إذا كنت تؤمن بالإمامة لأبو بكر أعطيني نصها وإذا كنت تؤمن بالخلافة أعطيك نصها النبي نصها. عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري إيه؟ أنا نصها إيه امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لو أتيت العام الجاي أو العام القادم إيه؟ قال فاهمك خليني من قال لك هذا صحيح خليني من قال أنا أعرفه بس من قال لك صحيح صحيح البخاري صحيح البخاري شنو كله صحيح قرآن صحيح البخاري لا 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 دقيقة ما اجتمعت دقيقة. النبي يقول ما اجتمعت أمتي على ضلالة دقيقة دخل دخلت موضوع ثاني وين مجتمع خلاص خلاص ما هو الحديث الصحيح الحديث الصحيح من كنت مولاه فهذا علي المولى أنا أقول لك ما هو الحديث الصحيح عرفه عرف الحديث الصحيح حبيبي الرجال وثقات والتمام الرجال وثقات قلت انت ما سويت النبي بهذا الصحيح والصحيح من قال لك الثقلين ترى كنت عرفت يا سنة والله يخاف ما يجاوب يهرب يهرب